بعدين اللي بيزعلني وبيحرق دمي حكاية الإسلام بقى، هم جايبين الإسلام كده حاطينه عشان عنوان كده، عشان إيه بقى حضرتك مصدقهم؟ إحنا الإسلام على الإسلام إسلام إسلام إسلام. لا مش كده، ما أنتوش إسلام. لو أنتوا إسلام ما تكذبوش، لو أنتوا إسلام تتبينوا، لو أنتوا إسلام ما ترددوش الشائعات، لو أنتوا إسلام ما تر... يا أخي طب هقول لكم حاجة بسيطة جدا. هل أنت كمصري عايش جوه مصر يعني ماشي في الشارع مش شايف اي حاجة اتبنت؟ يعني مش عاملين ماسورة مجاري حلوة؟